دكتور إحسان، يعني نتائج أولية رسمية ذكرتها مفوضيات الانتخابات لنسب المشاركة طبعا من أربيل، يعني وصلت نسبة المشاركة 34%، وفي دهوك 31%، وفي حلبشة 33%، في السليمانية 29%. إذن المجموع الكلي لنسب المشاركة 31%. ما هي مؤشراتك على هذه النسب دكتور؟ تفضل. أنا أعتقد أنها مشجعة إلى حد ما، يعني على اعتبار أن المواطنين هناك في إقليم كردستان تعرضوا على مستوى السنتين الماضيتين إلى إحباط كبير جدا، يعني نتيجة ما يعرف بأزمة الرواتب وأيضا الخدمات، وبالتالي هذه النسبة يعني وفق ما طرحته قناتكم الموقرة التي واكبت اولا باول يعني التقارير التي اصدرتها المفوضيه، انا اعتقد انها ممكن ان تتضاعف اذا ما تضاعفت يعني ما بعد الساعه 12 ظهرا الى حين موعد غلق الصناديق الانتخابيه، انا اعتقد انه ممكن ان تصل نسبه المشاركه ما بين 40 او ما يفوق 50%. هذا جيد من وجهه نظري، يعني في ظل ما اشرت اليه يأس واحباط وايضا تبادل الاتهامات، وهذا يدلل على وجود رغبة ورغبة لدى الناخب ب يعني إيجاد مساحة جديدة وإعطاء مساحة جديدة لهذه القوى التقليدية منها المعارضة المستقلة. فضلا عن ذلك يبين مستوى التنافس من وجهة نظري، هناك قدرة على التحشيد لهذه الأحزاب، لكن الملفت أن السليمانية جاءت متأخرة قياسا، لا أقول بأربيل، أربيل لها وضعها الانتخابي يعني أيضا الأيديولوجي، لكن المقارنة ما بين حلبجة وما بين السليمانية من ناحية النسبة، أنا أعتقد أنه نقطة يجب أن نتوقف عندها بشكل كبير. هل سيكون هناك ارتفاع لهذه النسبة في السليمانية؟ هذا الأمر متوقف يعني على الساعات القادمة، لكنها هي نسبة مشجعة، يعني قياسا، وأنت تتذكرين أستاذة رويدة، قياسا بالانتخابات الاتحادية البرلمان يعني أو حتى انتخابات مجالس المحافظات، يعني هنا أتحدث كانت النسبة نعم الاتحادية كانت متدنية بشكل كبير، لهذا أنا أعتقد أنها مشجعة لكنها ليست بمستوى الطموح. نعم سيد ياسين.